لكن اليوم يدخل في الصراعات بعد تقارب في النقاط مع طبعا الملاحق الاول نادي الكدية ونادي. اذا المباراة يديرها الحكم طبعا ماتيرو طبعا جبال بالحكم المساعد الاول يوسف محمد ولا طبعا المساعد الثاني با طبعا كاليتو. اذا هذه الاسماء طبعا للحكام. الحكم الان يطرق السافره، بدايه الغضب، بدايه الصداره، بدايه الصراع من اجل الصداره. ما زالت خطيره، بحث عن المرور، التمريره الخطيره، يسدد، لا يبحث عن المرور، يسدد ولكن الكره تلتدي بالجدار، يسدد من جديد ولكن ضاعت على نادي تريرزات. اتيك الله على الكره واللقطه الماضيه، ربما ينتم على كل نقطه ضيعها وعلى كل فرصة نادرة والهدف الأول ولكن يضيع على نادي ترازاتاتيك، ضاع على نادي ترازاتاتيك. المناسب هل سيضعونها في مكان المناسب ويسجل أول الأجوال؟ كوكي ديالون على الكرة، التسديد والجول ولكن يضيع على ترازاتاتيك. الله على الكرة واللقطة الماضية، التسديد الممتازة ولكن مرت بجانب القائم الأيمن. الكرة ملعوبة عكسية الآن، خطيرة لنادي سيال ترازا، الكرة الهدف الأول، جول جول جول، لا 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 لا. هذه الكرة لا تضيع، هذه الكرة لا تضيع. عند كرة ابراهيم يراوغ يسدد، مازال يواصل بكورتو، تمريرة خطيرة والتسديدة ولكن دفاع ترازاتاتيك وطبعا نادي سليم كانسادو. إلى أن نعود بكم مشاهدينا الكرام إلى الشوط الثاني فلا تذهبوا بعيدا. محمد عثمان ورقم 29 الشيخ سامبا. إذا هذه الأسماء طبعا لعناصر سليم كانسادو بقيادة ترازا، مازال عاجز حتى الآن عن تسجيل أول الأهداف. التوزيعة الخطيرة بالراس ولكن تعود بين أحضان الحارس. يدخل في مكانه اللاعب أحمد الكوري الدنا. الكرة إذا ملعوبة الآن لعناصر ترازاتاتيك، التوزيع الخطيرة والكرة، لا 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 لا، الكرة كانت قريبة. خلاص كل شيء انتهى، المباراة انتهت بالتعادل السلبي بدون أجوال. مباراة كانت مشوقة وكانت كبيرة وكانت صعبة على نادي سليم كانسادو ولكن يسجد حمدا لله، سجود وحمدا لله على هذا التعادل.